طريق سلاما للناس الكل. نعملوا طلة تود سويت على حالة الطقس. بداية من اليوم فما بشائر للغيث النافع، بعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة بأقصى الشمال هذا اليوم، ومن ثم تشمل عدد من المعتمديات الغربية للشمال والوسط ببقية الجهات صحو متواصل. شدة الرياح تطلب اليقظة قرب السواحل والجنوب، تثير الرمال والأتربة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، منخفض طفيف مرتقب في الحرارة، وين تطرح قصوى بين 19 و25 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 26 و31 درجة في بقية الجهات، كما توصل إلى 35 درجة في البرمة وبرج الخضرة. حاولوا نعملوا جولة في مختلف نقاط الجمهورية. لنبدأ كالعادة بالوطن القبلي. قليبية اللي تسجل اليوم 17 درجة والطقس يكون مغيم كيف كيف، في نابل 21 و25 في تونس العاصمة، 21 في بنزرت، 26 درجة في باجة، 23 درجة في زغوان، 28 درجة في كل من سليانة وجندوبة، 21 درجة في تبرقة، 26 درجة في الكيف وتالا. وبالنسبة إلى هذه المناطق الكل تقريبا اللي ممكن تشهد تساقط الأمطار وتكون متفرقة، ثم نلقاو 29 درجة والطقس يكون مغيم في القيروان، 22 درجة في المناطق الساحلية بين سوسة والمستير، 21 في المهدية، 24 درجة في قرقنة وفي السقس، والطقس يكون مغيم جزئيا، 25 درجة في سيدي بوزيد، 24 درجة في القصرين، 29 درجة في قفصة، 21 درجة في جابس، و 32 درجة بالنسبة إلى توزر. قبل اللي تكون أقل فيها معناتها نحكيوني على حالة الطقس، ونلقاو أن الشمس أقوى شوية وفماش سحب، 28 درجة، 26 درجة في جربة، ونلقاو مدنين اللي تسجل 29 و 32 35 كل من تطاوين ورمادة. شوفوا غدوة الحي، كان غدوة العيد الجمعة 21 أفريل 2023 اللي باش تلاحظوا معناتها حتى طقس في شمال بين 19 و20 درجة، في الوسط توصل إلى 22 درجة، وفي نسبة إلى الجنوب التونسي توصل إلى 36 درجة، أقل شوية يكون في الحرارة بطبيعة الحال أكثر، معناها في نهار السبت 22 درجة يكون في مناطق الشمال إلى 24 وإلى 26-28 درجة في مناطق الوسط، وإلى 36 درجة يكون في أقصى الجنوب التونسي. بالنسبة إلى الإمساك حسب مدينة تونس وما جاورها، الإمساك باش تلقاه غدوة الحي كان شهر سيدي رمضان مع 3:57 دقيقة، والإفطار باش يكون مع اليوم حسب مدينة تونس وما جاورها 7 متاع العشية. على كل سيدي علي عملنا دي فيه مع بعضنا، قلنا وأنه باش نوصلوا لآخر نهار، تتفكرك يقول كل يوم دقيقة، يعني عاود ذكرتك بها في آخر شهر في آخر سيدي رمضان. في كل الحالات غدو الحي من يجي سيدي علي. يلا برا نهاركم زين الناس الكل، هنا راجعين معاكم كالعادة بعد شوية، نعطيكم شوية سنة فيكم في حصتنا لليوم، وفضلكم سيسر واحكم في الثنية. نحبكم تروحوا في عطلة آمنة، نحبكم تروحوا وانتم تكونوا في صحة جيدة، ربي يعطيكم القوة ويعطيكم لمة الخير بإذن السميع العليم. هنا راجعين.